السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عملنا حلقتين سابقتين في معايير اختيار الكمبيوتر المحمول. اتكلمنا في حلقة عن رقم واحد عشان تشتري كمبيوتر محمول مناسب لشغلك وما يعملش معاك مشاكل وينفع معاك في المستقبل، لازم تحدد طبيعة استخدامك للكمبيوتر المحمول بدقة. اسأل نفسك، انا هعمل ايه بالكمبيوتر المحمول؟ انا هشتريه ليه اصلا؟ هستخدمه في ايه؟ ورقم اتنين، اتكلمنا عن انواع الكمبيوترات المحمولة وقلنا ان هي ليها انواع كثيرة جدا ومتنوعة، ومش كلها بيطلق عليها لابتوب. ممكن تلاقيها لابتوب او تلاقيها نوت بوك او موبايل ورك ستيشن او الترا بوك، او تلاقيها كمان اللي هي 2-in-1 لابتوب او كونفورتابل او تابلت. وان شاء الله نكمل مع المعايير. رقم 3، مصغر جهاز الكمبيوتر المحمول ووزنه. شكل الكمبيوتر ووزنه مش من المكونات الأساسية والحاجات اللي مؤثرة في أداء الجهاز. يعني لما تختار لابتوب بشكل وحش بس أداؤه قوي، يعني الأداء ملوش دعوة بقصة المظهر والوزن، بل بالعكس. أجهزة الورك ستيشن زي أجهزة الزات بوك أو الديل بريزيشن أو أجهزة الـ HP إليت بوك وورك ستيشن دايما بيكون وزنها تقيل شوية. فالمظهر الكمبيوتر ده أمر شخصي في المقام الأول. لو أنت قصة المظهر مهم بالنسبة لك، حط الموضوع ده في اعتبارك وانت بتشتري مع كل النقاط السابقة. كذلك وزن الكمبيوتر المحمول برضو بقولك ان لو انت مثلا بتسافر، يعني انت مثلا مندوب مبيعات بتنزل مثلا تعدي على صيدليات، بتعدي على شركات ودايما بتحتاج تسجل بيانات على اللاب، فيفضل انت تجيب لابتوب يكون وزنه مناسب علشان انت دايما مستخدمه في الشارع مش موجود معاك دايما في البيت. اما لو كنت بقى تجيب لابتوب بشاشه 17 بوصه وهتستخدمه بديلا عن ديسكتوب، وانا عارف صديق ليا مبرمج كبير عامل كده فعلا، الكمبيوتر بتاعه ديسكتوب اتحرق فراح جايب لابتوب ب 17 بوصه HP زاد بوك جي 3، حاجه بقى كده امكانياتها جامده، وخلاص قال انا اعتمد عليه في البيت ويبقى دايما موجود معايا واوصله على طول من خلال كابل ال HDMI بشاشه التلفزيون او شاشه الكمبيوتر لو احتجت ان انا اشوف شاشه اكبر كمان. لذلك بتلاقي مقالات كتيرة جدا على المواقع بتقرر لك زي كده مثلا في اليوم السابع بالصور افضل اجهزة لابتوب وللطلاب واخفها وزنا وسهلة الحمل. يبقى النقطتين دول اللي هو مظهر الكمبيوتر المحمول والوزن بتاعه، ده امر شخصي في المقام الاول ويرجع لطبيعة استخدامك، امتى تستخدم اللابتوب في ايه. رقم 4، اللابتوب بروسيسور او اختيار معالج الكمبيوتر المحمول. طبعا المعالج بمثابة العقل، واحنا عاملين في الكتاب ده فاصل حوالي 40-50 صفحة في المعالج بس ومشرحين وتشريح جيد جدا. لو هتجيب اللابتوب اللابتوب في معالج لشركة انتل، فطبعا هتلاقي عندك الكور i3 وكور i5 وكور i9، وطبعا بتلاقي طبعا ده بيرجع لقوتك الشرائية، وكل كور من دول بيبدأ من الجيل الأول. يعني مثلا كور i3 فيها من الجيل الأول لحد ال 11، وكذلك الكور i7 والكور i9. كل ما الجيل كان أعلى كل ما ده طبعا يفضل يكون أفضل. يعني لو جبت جهاز بمعالجات شركة انتل وما يقلش عن الجيل الرابع، ده يبقى كويس جدا جدا، سواء كان يبقى فيه كارت فيجا أو مفهوش، ويرجع برضو لقوتك الشرائية. ما تنساش ان المعالجات بيبقى فيه في آخر المعالج دايما لاحقة حرف كده في الآخر، وان من أقوى المعالجات واللاحقة اللي انت تلاقيها في المعالجات اللي هي لاحقة الاتش. يعني انت مثلا جبت أجهزة زاد بوك اللي هي مثلا G2 زاد بوك 15 مثلا HP زاد بوك 15 G2 أو G3، هتلاقي البروسيسور بتاعه لو من أول الجيل الخامس بينتهي بحرفين HQ، يعني هو مصمم لأقوى أداء. ولو جبته قبل الجيل الخامس هتلاقيه مكتوب MQ. وطبعا في أجهزة طبعا اللي هي بقى فيها كارت الشاشة داخلي بلت إن بتنتهي باللاحقة الواي واليو، دول بيستهلكوا كهرباء بشكل ضعيف جدا، بس استهلاك الكهرباء ده على حساب أداء البروسيسور، إن أداؤه يعني متوسط أو متواضع بعض الشيء. وما تنساش لو انت هتجيب برضو معالج لشركة انتل، ان شركة انتل بتنزل كارت شاشة مدمج بيكون ضعيف شوية، فلو هتجيب البروسيسور انتل شوف كارت الشاشة خارجي ولا لا، ولا في كارتين شاشة. اما بقى لو انت بقى اتجهت لمعالجات شركة EMD، فدي طبعا هتديك ميزة قوية جدا، سعر كويس
وفي نفس الوقت زي ما قلنا ان شركه اي ام دي عملت حاجه اسمها اي بي يو، اللي هي دمجت معالج رسومات الجي بي يو مع سي بي يو في معالج واحد. فكل الناس اللي بيشتروا دلوقتي اجهزه لابتوب لشركه اي ام دي، الجهاز بيكون فيه اوريدي معالج رسومات وكارت شاشه خارجي بشكل دائم وعلى طول. يبقى انت لو اشتريت معالج من شركه اي ام دي هتحصل على ميزه ان انت عندك كارت شاشه جي بي يو خارجي قوي جدا بسعر تنافسي طبعا. اما الميزه دي مش متوفره في شركه انتل، لو كارت الشاشه انت محتاجه يكون خارجي. فتاكد ان لو جبت معالج انتل يبقى المذر بورد فيه كارت شاشه خارجي ولا لا. انما اي ام دي بشكل افتراضي هتلاقي على طول ان انت عندك كارت شاشه خارجي. رقم خمسة، الذاكره العشوائيه الرام. والرام طبعا بتتطور كتير جدا في حجمها مع البرامج. يعني انت مثلا لو جيت اشتريت النهارده مثلا لابتوب وفيه رامات 4 جيجا، بتلاقي دايما في الاجهزه بيكون في مكانين او اربع بنوك اللي هو سلوت، يعني رام سلوت او شكوك للذاكره العشوائيه الرام. فممكن تشيل الاربعه وتحط 8 او تحط حتتين 8 يبقى 16 جيجا، وفي اجهزه لحد 32 جيجا. وفي الوقت الحالي انا دايما بقول للناس يفضل ان ما يقلش حجم الرام عن 8 جيجا. طيب انا قدرتي الماديه مش مستطيع اشتري 4 جيجا حته واحده اركبهم في الشق الاول اللي هو السلوت رقم واحد، ولما ربنا يرزقني اجيب حتى 4 جيجا كمان اركبها في الشق الثاني. وطبعا خلي بالك ان الاجهزه بتاع الورك ستيشن مش بيبقى فيها 2 سلوت زي ما قلت لك اللي هو شقين بس، فيها 4 شقوق. وطبعا ده بيرجع برضو لنوع اللابتوب وهو متصمم لانه استخدام، استخدام عادي ولا استخدام شق. وطبعا برضو ما تنساش ان مش حجم الذاكره بس اللي بنختاره، ده يتوقف برضو على المذر بورد. يعني لو المذر بورد بتدعم الرامات الدي دي ار 4 فهي طبعا افضل من الدي دي ار 3 واقوى واسرع في نقل البيانات. وخلي بالك برضو من نقطه مهمه جدا دي انا لاحظتها في اجهزه زي مثلا زي التابلت اللي هو اتش بي برو اكس 2 جي 1 واكس بي اس 13، دي اجهزه لشركه اتش بي بتصنع الرامات بلت ان، يعني الرامه بتكون بلت ان في المذر بورد ومفيش اي مكان لتركيب رامه خارجيه. فلو انت هتجيب الاجهزه دي، والاجهزه دي دايما في الحاجات اللي هي بتبقى 2 ان 1 اللي هي بتبقى شاشتها لمسه او شاشتها قابله للفصل، وفي الاجهزه اللي بتبقى الترا نوت بوك والنوت بوك اللي هي بتبقى نحيفه جدا، فهم ما بيعملوش بنوك للرامات عشان يحاول يخلي اللاب نحيف وزنه خفيف قدر الامكان، فبيعمل الرامات بلت ان. فلو انت بتشتري موديل لابتوب من الانواع اللي بتكون راماته بلت ان، اسال اللي بيبيع لك اللابتوب يا ترى راماته كام وينفع اضيف رامات خارجيه ولا لا. انما الطبيعي في كل الانواع اللابتوب ان فيها اماكن لتركيب ذاكره عشوائيه، مكان او اتنين مكانين على الاقل، او ممكن يبقى اربع اماكن. وطبعا لما يكون اللابتوب حديث وجيله اعلى جيل خامس سادس غالبا هتلاقي الرامات من النوع الدي دي ار 4 القوي جدا جدا. رقم 6، حجم القرص الصلب. وده بقى موضوع مهم جدا لان القرص الصلب ده وحدة تخزين البيانات، والقرص الصلب بيؤثر على اداء الجهاز بشكل كبير جدا. وهتلاقي في القناة التعليمية مسجل لك حلقة كاملة ازاي اسرع اداء اللابتوب من خلال ان انا اركب هارد ام 2 مع هارد عادي اتش دي دي، او ام ساتا مع اتش دي دي، او اركب اس اس دي مع اتش دي دي. وسعة القرص الصلب طبعا بتبدأ معاك من 80 كمان جيجا و 160 جيجا بايت، وانت بقى ماشي كده في السكة لحد ما 5 تيرا بايت و 12 تيرا بايت و 16 تيرا بايت. فتلاقي في الفصل بتاع القرص الصلب انا متكلم عن هذه النقطة بالتفصيل. طبعا القرص الصلب مش من العوامل اللي هي تضايقك قوي في شراء اللابتوب حسب قدرتك الماديه. انا ممكن اجيب لابتوب قوي جدا واجيب هارد ديسك 250 جيجا مثلا، وبعد كده في المستقبل اضيف له هارد ام 2 او ام ساتا مع هارد 500 او هارد تيرا. فالموضوع تغيير القرص الصلب ده سهل جدا، وده برضو يرجع لك انت في المقام الاول حسب البيانات بتاعتك. واحد شغال في مونتاج الفيديو دايما بيصور فيديوهات، الفيديو حجمه متصور بجودة 4K او 1080p، فطبعا ده بيحتاج لمساحات تخزينية ضخمة جدا. واحد تاني ما عندوش بيانات كتيرة، فده برضو يرجع لك انت في المقام الاول. ولكن انا بنصحك دايما ان انت يبقى الجهاز بتاعك فيه هارد SSD للويندوز وهارد HDD كمخزن للبيانات. وما تنساش ان البرد الجديدة فيها M2 و M3. وراجع فصل القرص الصلب، او اختصارا ما ترجعوش شوف بس الفيديو اللي انا مسجله ازاي اخلي اللابتوب سريع جدا ضعف سرعته العادية من خلال ان انا اركب له هاردين مع بعض واجمع المميزات بتاع الام 2 مع الاتش دي دي، او ام 6 مع اتش دي دي، او اس اس دي مع اتش دي دي.
يبقى الكورس الصلب برضه مش قضية زيه زي الرماد، الاتنين قابلين للتغيير والترقية في أي وقت، فهم مش مؤثرين في اختيارك لللابتوب بشكل كبير ويرجعوا لك أنت. نيجي بقى للنقطة الجوهرية اللي بتخلي اللابتوب ده يبقى في سكة الألف أو سكة الباء، تخليه من أبو 3000 جنيه أو من أبو 10000 جنيه، اللي هو إيه؟ جرافيكس كارد، كارت الشاشة، لأنه بيحتوي على معالج رسومات وفصل كارت الشاشة. قلنا إن كارت الشاشة عبارة عن إيه؟ كمبيوتر متكامل في حد ذاته، خلاص دي معروفة كده. طيب انت على طول لو هتجيب لابتوب فيه كارت شاشة خارجي مثلا زي مثلا اللي هو كي انفيديا كوادرو مثلا ال 2100 مثلا، او اللي هو مثلا ام 2100 ام مثلا، كي ام 2100 ام اللي في اجهزة الذات بوك، اجهزة الذات بوك ال 15 الجي 3 اللي هو 4 جيجا اب تو 8 جيجا، خلاص انت اخترت اتجاه ان انت عايز تشتري لابتوب فيه كارت شاشة قوي جدا، وبالتالي كل مواصفات اللابتوب هتبقى قوية. طيب انت اخترت ان انت تجيب جهاز فيه كارت شاشة مدمج، يبقى بالتالي ان انت برضو كارت الشاشة المدمج هيخلي اللاب تمنه متواضع وتصميمه متواضع عشان يناسب. هي معادلة يعني زي مثلا ايه، انت شريت عربية قديمة قوي فهتحط فيها بنزين 80، لا انا شريت عربية احدث موديل مرسيدس حاجة فخمة جدا، لا هحط لها 80 ولا 92، ده انا هحط لها اقل حاجة بنزين 95. فهما لما الشركات بتصمم المذر بورد والبروسيسور واللابتوب بتعمل حساب كارت الشاشة لو خارجي يبقى لازم يبقى الجهاز كله قوي، لان الراجل ده عايز ايه؟ جهاز قوي. كارت الشاشة مدمج بس يبقى الجهاز ده متواضع وعلى قده. وقلناها 100 مرة، الناس اللي عندهم استخدامات بسيطة او عادية او متوسطة واعمال مكتبية زي الانترنت والتصفح والكتابة والطباعة والتواصل مع الناس ومشاهدة المالتي ميديا يجيب على طول كارت الشاشة مدمج انتجريتد. وقلنا يفضل ان كارت الشاشة المدمج يكون في لابتوب ما يقلش عن الجيل الرابع، لان الكروت المدمجة من اول الجيل الرابع وانت طالع اصبحت قوية جدا وكويسة. اما بقى استخدام اصحاب الاستخدامات الشاقه والعاليه والقويه يجيب كارت شاشه ديديكيتد خارجي، يا اما نيفيديا يا اما اي ام دي، وهتلاقي بقى كمان في تفاصيل في كارت الشاشه للصبح ممكن تشوفها. ويفضل ان كمان الذاكره بتاع كارت الشاشه نوعها يكون جي دي دي ار 5 او جي دي دي ار 6 وما تقلش عن 1 جيجا لو كارت الشاشه خارجي. يبقى لو كارت الشاشه خارجي يبقى الرام تكون كام؟ تكون ديديكيتد ما بتقلش عن 1 جيجا، يكون نوع الرامات جي دي دي ار 5. النقطة اللي بعد كده المهمة في الموضوع بتاعنا اللي هي بطارية الكمبيوتر المحمول اللي هو لابتوب باتري. طبعا اذا كنت انت هتستخدم تجيب بقى جهاز شاشته 17 بوصة وفي كارد فيجا وهتخليه موجود في البيت بدل البي سي، موضوع البطارية ده مش هيشغلك قوي، لان كمان كل ما الشاشة تكبر وكل ما الجهاز بيبقى قوي بيحتاج لكهرباء اكتر، فده بيكون على حساب البطارية. البطارية بتتعامل يعني بتأثر بعوامل كتير جدا جدا، زي مثلا الرزوليوشن بتاع الشاشة، مستوى ضغطك للشاشة، في ناس وشغال على البطارية دايما يخلي مستوى ضغط الشاشة على الآخر، حجم الرامات وهكذا. المهم ان موضوع البطارية ده يعني الفيصل في ايه؟ كل بطارية ليها سعة تخزينية، زي بطارية الموبايل، اي بطارية في الدنيا بتتقاس بوحدة اسمها MAH، كل ما الرقم ده يكون كبير كل ما يعني ان البطارية قدرتها كبيرة على ان تخزن كهرباء وتديها لك. فمثلا بطارية 4400 ام اي اتش اضعف من بطارية 5200، وانا جبت لك هنا صور ده لابتوب 2200 ام اي اتش، وبالتالي ده اصلا اكيد كارت الشاشة بلت ان وما بيحتاجش الكهرباء عالية قوي. دي بطارية 4910 ام اي اتش، وهنا دي بقى بطارية كان تخيل 7950 ام اي اتش، لان البطارية دي ممكن تكون اللي هي بطارية ونص، لان في بطاريات بتبقى صغيرة وبطاريات بتبقى كبيرة، وفي لابات بتقبل بطاريتين. يعني مثلا اجهزة الدل ممكن تركب مكان الدي في دي، تدوس على زرار تخلعه وتركب بطارية مكان الدي في دي، يبقى كده عندك بطاريتين في الجهاز. طب ده بنختاره بناء على ايه؟ لو شريت جهاز جديد موضوع البطارية بيبقى واضح للاستخدام وبيبقى مكتوب عليه، ولو انت بقى كمان مندوب مبيعات وبتسافر وبتعمل شغل وبتسجل شغل عملاء وبتحصل، يبقى انت احرص على اقتناء لابتوب بيكون كارت الشاشة بلت ان وبطاريته تكون قوية جدا، عشان ما لو بلت اوت او خارجي هيستهلك لك البطارية كلها. والناس اللي بتبيع اللابات مستعملة واستيراد وهي اجهزة قوية جدا بتقول لك والله انا الفيصل بيني وبينك ان انت تشحن البطارية وتروح جاي مشغلها لمدة فيديو، تشغل عليها فيلم فيديو، المهم انها تعدي ساعة ساعة وربع،
اذا البطاريه اشتغلت معاك ساعه ساعه وربع يبقى كده البطاريه عندك بتكون كويسه. وفي النقطه دي برضو انا عايز اقولك ان كمان في ميزه حلوه قوي في اجهزه الدل واجهزه الاتش بي، ان هم اصلا بيفحصوا لك البطاريه. فلو جينا كده كتبنا دل مثلا باتري امبايوس، لو كان جهازك دل اول ما الجهاز يشتغل اضغط على F2، اول ما الجهاز يشتغل ولسه مطفي هتخش على البايوس بتاع الجهاز، هتلاقي من هنا كده مكتوب في السيتنجز الباتري انفورميشن، في السيتنجز بعد معلومات الجهاز الاولانيه دي سيستم انفورميشن بيبقى مكتوب فيها معلومات الجهاز كلها. تاني حاجه اسمها باتري انفورميشن او معلومات البطاريه، ودي ميزه كويسه جدا في اجهزه الدل. بتلاقي مكتوب هنا كده انها بتشحن ولا لا، والهيلث بتاعتها، الهيلث هنا اكسلنت، يبقى البطاريه دي ممتازه جدا. ايدل خلاص عطلت، وهنا تلاقي مكتوب نورمال. ولو دخلت على موقع شركه دل بكل بساطه يعني هو حتى موقع شركه دل بيقولك ازاي اعرف عمر البطاريه وانا محتاج بطاريه جديده ولا لا. فانت لو بتشتري جهاز مستعمل في اجهزه الدل يبقى محتاج تعرف الكام مصطلح دول، مهم جدا. اول حاجه اكسلنت زي البطاريه دي كده مكتوب هنا ايه الهيلث بيساوي اكسلنت، يبقى البطاريه دي بتشتغل بكامل ماكسيمم كاباسيتي بكل طاقتها، ودي احسن حاجه في البطاريات. الجود البطاريه بيقول لك انها بتشحن بشكل طبيعي ويعني قلت شويه، يعني زي ده ممتاز يبقى ده الجود اللي تحتيه، بس بيقول لك ان هي برضو ايه يعني بيقول لك ان برضو عمرها الافتراضي نزل شويه. انما بقى لما يقول لك بقى المصطلحات التانية بقى اللي زي البور والفير والايدل خلاص، يبقى البطاريه كل ما بتنزل في شويه من دول كل ما البطاريه بتبدا انها تبوظ، لحد ما يقول لك انها ايدل عطلانه لا بتشتغل ولا بتشحن ولازم ان انت تغيرها. فانا بنصحك ان انت لازم تشوف هيلث البطاريه في اجهزه الدل ما يقلش عن اكسلنت او جود، الاثنين حلوين جدا جدا. اما بالنسبه لاجهزه اتش بي ازاي اعرف حاله البطاريه واخبارها ايه، في برنامج بعد ما بتنزل الويندوز وتنزل التعريفات في برنامج اسمه اتش بي باتري تشيك، هو برنامج صغير خالص حجمه حوالي اهو ادي ده البرنامج اهو حجمه حوالي 10 ميجا يعني صغير جدا. البرنامج ده بتسطبه وبعد ما تسطبه بيدي لك ملخص عن حالة البطارية، فبقول لك والله الضمان بتاع اخباره ايه وننزل ننزل ننزل، بقول لك درجة حرارتها والسيريال نمبر بتاعها. المهم جدا ان هو بقول لك ان عمر البطارية استخدم كام يوم، 815 يوم. وبيقول لك هنا كمان ان انت البطارية دي سعتها 4258 مي اتش وحالتها كام في المية، 80%. وبقول لك هي مشحونه بمقدار قد ايه وانت مستخدمها وايه اللي فاضل منها، يعني بيدي لك من الاخر كده بقول لك هي فيها 38% شحن، فهو بيقول لك هنا حاله البطاريه 80% ولا عامله ايه، وبيدي لك كل التفاصيل. وبالنسبه للناس اللي برنامج اتش بي باتري تشيك ما بيشتغلش عندهم، بتنزل على طول في برنامج اسمه اتش بي سبورت اسيستنت، برضو بتنزله من خلال موقع اتش بي بعد ما بتنزل التعريفات وكله. والبرنامج ده بيفحص لك الجهاز فحص كامل، ومش بيختبر لك بس البطاريه، ده بيجيب لك موديل اللابتوب وسيريال نمبر بتاعه وتفاصيله الفنيه وكل حاجه. ولما تيجي هنا في المنطقه دي كده بيقول لك في جزء خاص باختبار البطاريه، يعني هو بيقول لك كده في الحته دي اهي بعد ما بتسطبه بيقول لك هنا الباتري تشيك انا بختبر لك البطاريه، وبيقول لك حالتها كام في الميه وقصتها ايه، وبيدي لك الكلام ده. لو قالك انها باظت خلاص يبقى هي حالتها كويسة وزي الفل، قالك ان هي ضعيفة او ضعيفة جدا لا خلاص البطارية دي عمرها متوسط، وممكن بقى يجيب لك رسالة تانية لك لا ده مش شغالة انت لازم تستبدلها. في النهاية بيدي لك تقرير عن الموضوع او عن حالة البطارية. وفي طبعا طرق تانية من خلال البايوس، بس هنعمل حلقة ان شاء الله مستقلة علشان نوضح ازاي الخطوات دي كلها ولا نطيل النفس في هذه النقطة. النقطة اللي بعد كده اللي هي حجم الشاشة، وطبعا حجم الشاشة ده زي ما قلت لك يرجع لك انت وحسب طبيعة استخدامك، وخلي بالك ان حجم الشاشة بتأثر على استهلاك الكهرباء، وفي نفس الوقت حجم الشاشة بيأثر على وزن اللابتوب وبيأثر على حجم اللابتوب كله بشكل عام. يعني انت ممكن تلاقي عندك اللي هي الحجم الصغير من 8 لحد 12 بوصة، في بقى 8 و10 و11 و12، وفي شاشات حجمها كبير 13 و14 و15، وبعد كده بقى الشاشات العملاقة من اول انا من وجهة نظر من اول 15 و6 و16 و17 و18 و19 وفي احجام في النص كتيرة جدا. فانت طبعا اعرف ان حجم الشاشة ده يرجع لك وحسب طبيعة استخدامك، وانه بيؤثر بشكل اساسي على وزن اللابتوب وعلى استخدامه. هنا هو ده لابتوب 11 14 15 و6
17 و3، وده بيقولك ازاي بنقيس حجم الشاشة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.